اللاعبي كفرون أنطبوا إلى حاضر كل شيء. علينا الجلوس والنقاش لأننا نصل الآن وبعد موسمين متتاليين من النتائج. واجبنا توضيح الرؤية المستقبلية. هكذا فتح كونتي ليلة الاحتفال باللقب باب النقاش حول أي يوفي سيكون الموسم المقبل. سوق الانتقالات يجب أن يكون على قدر طموح الجميع، وإلا سيرحل أنطونيو. المهاجم الكبير صار حاجة ملحة، ولن يقبل كونتي بعد الآن بلاعبين عاديين. وفي إيطاليا يقولون أن كل الطرق تؤدي إلى إبرا. أمام باليرمو عاد كونتي من الإيقاف في مباراة الذهاب، وأمام باليرمو سيتوج يوفنتوس إن لم تحصل مفاجأة كبيرة. علينا الفوز بالدوري وخاصة اليوم. علينا الوصول إلى خط النهاية بدون أي عذر ولا تردد. إنه يوم الخامس من أيار مايو، يوم لا ينساه عشاق اليوفي وعشاق إنتر أيضا. دموع رونالدو في العاصمة بقيت للذكرى. هو يوم الاحتفال ليوفنتوس، ففيه فاز الفريق مرتين بسكوديتو. من تورينو، سينيسين، الجزيرة الرياضية.